فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل ألح في طرح السؤال، يقول: امرأتي تلح علي وبقوة وتريد أن أستخرج أو تريد أن تستخرج هي أسهم من شركة الراجح لشراء سيارة لتكتبها باسمي، ومحتج علي بأن كثيرا من العلماء قد أفتى بجواز ذلك وبعضهم من كبار العلماء، وأنا لا أريد يا فضيلة الشيخ استخراج هذه الأسهم، فهل إذا عاندت أتخلص منها وأطلقها وأرتاح من هذه المشاكل، أم بماذا تنصحونني؟ لا، هي ما تجبرك على هذا ولا يحتاج إلى طلاق، امتنع من هذا وقل ما أستطيع، أنا ما أستطيع أعمل هذا العمل، وهي ما تجبرك على هذا، ليس من حقها أن تجبرك، ولا يحتاج هذا إلى طلاق. نعم.